لو سمح الدكتور استقبل عبر الهاتف دكتور احمد عبود استاذ زائر في جامعه بورتموث ببريطانيا. اهلا بحضرتك يا دكتور معنا على اكسترا نيوز من القاهره. اتفاق ترفيع العلاقات المصريه الاوروبيه اتفاق شامل لشراكه استراتيجيه وشامله، ومن ضمن الاتفاق مبلغ 7 مليار و400 مليون ما بين منح ولونز او قروض ميسره واستثمارات واتفاقات تجاريه بين الاتحاد والدوله المصريه. كيف تابعت ذلك على جميع المستويات يعني؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا دكتور. اهلا بالساده المشاهدين. هو فعلا احنا بنتكلم على كتله يعني ذات ثقل سياسي واقتصادي هو الاتحاد الاوروبي، وايضا بنتكلم على مصر بموقعها الاستراتيجي و القدرات الحاليه لمصر من حيث وجهه الاستثمارات او كوجهه للاستثمارات بالرغم من الضغوط الاقتصاديه اللي بتشهدها العالم وبتشهدها مصر من سباقيه دول العالم مثل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات التضخم وايضا ارتفاع الاسعار وتكلفه المعيشه. فطبعا الاتفاق الاستراتيجي حقق مكاسب للاتجاهين سواء الاتحاد الاوروبي، لان الاتحاد الاوروبي بالنسبه له هو الاعتماد على مصر له شكل ايجابي، لانه ايضا على الاتحاد الاوروبي هناك ارتفاع كبير في تكلفه المعيشه وهناك معدلات تضخم مرتفعه، وبالتالي على سبيل المثال حصول على السلع من مصر سيكون بتكلفه اقل، لان بنتكلم على تكلفه انتاج اقل في مصر، بنتكلم على ظهور بنيه تحتيه جيده في مصر جاذبه للاستثمار، ده يمثل شكل جيد جدا بالنسبه للعلاقات الاستراتيجيه الاقتصاديه. ايضا على الجانب السياسي يعني مصر اصلا لها تاثير سياسي كبير في المنطقه، وايضا الاتحاد الاوروبي له مصالح سياسيه واقتصاديه، وتحقيق هذا يعني التخطيط الاستراتيجي الفتره القادمه سيكون عوائد ايجابيه للاتحاد الاوروبي وللجانب المصري ايضا. خليني أسأل حضرتك عن الشق الاقتصادي بشكل أو بآخر. الحقيقة أنه الاتفاقية شاملة وأيضا بها جزء متعلق بتوطين الصناعة، نقل التكنولوجيا، التدريب، أيضا هناك جزء بيهتم بالطاقة المتجددة في مصر، كيف وأيضا القروض الميسرة بشكل كبير جدا. إلى أي مدى هذا الرقم هام بالنسبة لمصر وهذه النقاط هامة بالنسبة لأوروبا في هذا التوقيت؟ خلينا نقول إن بالنسبة لمصر يعني مصر كانت تشهد الفترة الأخيرة هو على 3 سنين طبعا يعني عذرا يا دكتور. مصر يعني مصر كانت تشهد الفترة الأخيرة انخفاض في تدفق الأموال العملات الأجنبية وانخفاض في يعني إمكانية الدولة في توفير العملات من أجل ضخ الاستثمارات و استيراد المواد اللازمه للتصنيع وما الى ذلك. هو المبلغ ليس مبلغ كبير، ولكن هو يمثل يعني ما يمثل هو علامه امان بان الاقتصاد المصري في الطريق الصحيح. وايضا احنا بنتكلم على استثمار بتتجه في اتجاه يعني الجرين فاينانس او يعني الاستثمارات الخضراء فيما يخص الهيدروجين الاخضر. يعني مصر متوقع انها تكون من اكثر 10 دول على مستوى العالم في انتاج الهيدروجين الاخضر في حلول 2030. مصر ايضا لديها كفاءه كبيره جدا فيما يخص الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، ولكن يعني الاستثمار في الطاقه المتجدده هو امر يعني يتطلب استثمارات كبيره ويتطلب دعم كبير، وذلك ما تسعى اليه مصر عن طريق جذب استثمارات من اوروبا من اجل الاستثمار في الطاقه المتجدده. خلينا نقول ان حوالي معظم الطاقه المتجدده يتم يعني تصديرها من مصر للاتحاد الاوروبي. مصر متوقعه انها تصدر ما يقرب من 50% من الطاقه المتجدده سوف يتم تصديرها الى الاتحاد الاوروبي. هناك اتجاه الى تيسير او استثمار في مصر فيما يخص البنيه التحتيه لكي تسهيل عمليه تصدير الطاقه المتجدده من مصر الى الاتحاد الاوروبي في الفترات القادمه. ولكن احنا بنتكلم على استثمارات طويله الاجل، بنتكلم على مشروعات يعني تحتاج الى عشرات السنوات من العمل والجهد حتى نكون
نستطيع ان احنا نحقق يعني عائد كبير وبالاخص من فرص الطاقه المتجدده. احنا الفتره الاخيره طبعا عاد الاقبال بشكل او باخر على السندات المصريه، هل يمكن ربط بشكل يا دكتور فكره عدم انه هذه الشراكه الاستراتيجيه يمكن ان يكون ليها دور في عدم قبول اي ضغوط او اي شروط ضاغطه لشراء السندات المصريه؟ هل لها علاقه؟ يعني الشهادات المصريه او السندات المصريه اللي بيتم اصدارها دائما بتفرض معدل الفايدة اكثر، وان البنك المركزي في يعني في الايام يعني في الاسبوع الماضي تم رفع معدلات الفايده. هو يعتبر هو السبب في اتجاه المستثمرين الاجانب الى الاستثمار في السندات المصريه، ولكن يعني احنا بنتكلم على تجربه يعني خضناها قبل كده فيما يخص الاستثمار في السندات. هو امر قد يكون جيد في الامد القصير، ولكن في الامد الطويل يعني في اي لحظه ممكن الاموال اللي يتم استثمارها في السندات يتم خروجها بسهوله من السوق المصري. فلذلك تسعى مصر الى الحصول على استثمارات فعليه على الارض تساعد في وجود صناعات، وجود تجاره، وجود صناعه كبيره داخل الاراضي المصريه، بحيث يكون هناك عماله، يكون هناك انتاج، يكون هناك تصدير، وبالتالي نستطيع ان نزيد من الصادرات ونقلل من الواردات ونصل الى ميزان تجاري عادل. نعم. حتى نتخطى مشكله التوافق الكبيره زي مشكله عدم توفر نقد اجنبي من اجل الاستيراد وما الى ذلك. شكرا لك يا دكتور احمد عبود، استاذ زائر في جامعه بورتموث ببريطانيا.